رد فعل قوي جدا وكنا منتظرينه ومتوقعينه وبشدة، ولكن ما كناش هنروح نقول، لان احنا عارفين ان ده هيحصل في وقت من الاوقات وحصل فعلا، وهو ان الذكاء الاصطناعي بقى موجود في الفوتوشوب. ودي حاجة ما نقدرش نقول عليها انها حلوة قوي او وحشة قوي، يعني ما نعرفش نحكم عليها بالوهلة الاولى كده. هل ده هيبقى مهدد وهيدمر التصميم والمصممين والكارير ده، ولا هيكون اداة مساعدة وموفرة بشكل كبير جدا في الوقت والجهد زي ما هنشوف كمان شوية، ولا ايه الحكاية بالظبط؟ وده موجود في الاصدار الاخير في الفوتوشوب، ودي نسخة بيتا ابس، وهي الجنريتيف فيل، ان انت تقدر ان انت تضيف اي عنصر بمجرد بس ما انت تقوله للبرنامج. وزي ما كان عندنا وقت من الاوقات بنقول على الكونتنت اوير، ان البرنامج بيعمل اويرنس او بيبقى عنده ادراك بالصورة او البيكسلز، ويقدر ان هو يعمل تكملة للصورة بالكونتنت اوير من نفسه، ودي كانت برضو حاجة ثورية في وقتها. دلوقتي ما بقاش عندنا الكونتنت اوير ان هو بيجيب العنصر من الصورة نفسها اللي موجودة عنده، لا هو بيجيب العنصر من النت، بيبدأ يعمل السيرش ويشوف المشابه واللي انت بتقوله له مناسب للصورة الحالة ديت، ويبدأ يجيب الحاجة ديت من عنده من السيرفرز بقى او ايا كان. نيجي مثلا على مثال حي زي اللي قدامنا ده هنا كده، تعال نعمل ان احنا نبدأ نوسع الصورة بتاعتنا مثلا كده. لو عملت كونتنت اوير اللي هو انا لسه ما اتكتش صح او اكدت على البرنامج، وجيت اعمل كونتنت اوير اللي هو المتعارف عليه هتكه صح كده، هيبدا ان هو يعمل فيل، بيملى الفراغات البيكسلز الزياده ديت من نفسه. تعال نشوف النتيجه اللي هتطلع معانا. نتيجة لحد ما، يعني لو انا لسه يعني في مجال التصميم وكنت بتفرج على الموضوع ده لاول مرة، هقول لك ايه الجمال ده، ده ملالك الصورة بحاجات مش موجودة عندك قبل كده. طب ما دي حاجة حلوة، بس يعني فيها عيوب ما نقدرش نتأكد ان هي فيها عيوب هنا، هو حاول يكرر العنصر ده هنا وهنا، ففيها عيوب. تعال نعمل كنترول زد ونعمل نفس الخطوة دي، والمرة دي هنشيل كونتنت اوير وهنتك علامة الصح كده، انا عندي بيكسلز فاضية. فانا دلوقتي عايز هو يبدا يجنريت بقى بالجنريتيف فيل الجديدة بتاعته بقى، فانا هبدا اختار له البيكسلز الفاضيه دي كده باي اداه سيلكشن. كل اللي عليا اعمله بقى لما بيبقى عندي النسخه اللي انا لسه منزلها، بيبقى عندي جنريتيف فيل دي كده بتظهر اوتوماتيك، بتك عليها كده. وهنا الجزء بتاع الامر اللي انت بتقوله للبرنامج، فلو انت عايزه هو يضيف من نفسه، يبدا ان هو يفكر مع نفسه ويضيف العنصر اللي هو هيكمل الصوره، بس بنسيبها فاضيه زي ما هي ونتك على جنريت. وهنا نشوف التحميل برده، يبدا ان هو يحمل. حلو، هو كمل الصورة وعمل هنا من نفسه زي شجر الناحية دي. تعالى نبدأ نعمل حاجة تانية، تعالى مثلا هنا كده هختار الحتة دي كده، نعمل جنريتيف فيل. انا مثلا عايز احط في الحتة دي بلان طيارة، هكتب له في البرومبت هنا كده بلان واتك على جنريت. نتيجة جميلة، هو يعني حاول يجتهد، ولكن تعالى نشوف هو برضو بيدي لك اختيارات. تعالى نشوف الاختيار التاني كده منها او التالت، ده لذيذ، هو يعني حاول يجتهد عشان دي في الباك جراوند فخلى الاضاءه بتاعتها خافته. لو ما عجبتنيش اي نتيجه من دولت، انا على فكره النتائج بتبقى كلها هنا كده في البروبرتيز، لو ما عجبتنيش اي نتيجه من دولت ممكن اتك على جنريت تاني، يعني دور لي على بلانز تانيه، اديني اوبشنز اكتر. دي لذيذه شويه. برضو لو رجعنا على الجزء اللي تحت ده كده اللي هو في الصحراء والحاجات ديت، لو مش عاجباك على فكره ممكن تلاقي عندك اوبشنز تانيه. تعالى نشوف الاوبشن التاني ده كده، اهو هو عمل لك اوبشن تاني افضل بكتير، يعني ادالك تكمله للصحراء والجزء اللي ورا. بص ما كانش فيه الجزء ده، هو اجتهد من نفسه وكمله. طب بص الاوبشن التالت ده كده بتاعه، ده بقى ايه، بنى لك يعني مشهد تالت خالص. انا شايف المشهد اللي في النص ده كان احسن واحد فيهم. ممكن بقى انا عايز اعمل مشهد تخيلي من دماغي اكتر، وان انا اعمل هنا كده زي بركه ميه، عشان دي انا شفتها في الاعلان الرسمي بتاع النسخه ديت البيتا ديت، وعايز اجربها بنفسي، فدي اول مره اجربها بنفسي. تعالى نجربها، تعالى نعمل يعني حاجه باللاسة تقول كده، حاجه فري هاند على اساس ان هي بركه ميه بقى ومش منتظمه وكده. نكتب ايه بقى، ليك ويز ريفليكشن. اعتقد ان انا كتبت له البرومبت صح، وعلى فكره كل ما بتدي له انفورميشن اكتر في البرومبت كل ما النتيجه بتطلع اقوى وبتبقى اكيوريت اكتر، دقيقه اكتر. الله الله لا 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 لا, لا. كده صح، كده صح، هو شغال زي الفل، هو حط لي الحاجة المناسبة فعلا للجو الصحراء اللي هو الرملة وكده. وعلى فكرة النسخ التانية اعتقد انها تبقى كويسة. تعالى نشوف النسخة التانية، دي مش ليك خالص، انت حطيت حاجة مش اللي انا عايزها. لا لا، هي اول واحدة كانت ممتازة الصراحة، انت ده كده صح، هو كده كمل الصورة بالمشهد الصح. فلو جيت مثلا انا حطيت التلاتة ليرز دول كده في جروب، تعالى نخفي ونظهر
نخفي ونظهر اللي حصل ده دلوقتي. لو احنا كنا عملناه بنفسنا، على فكره انا ما عملتش حاجه، انا كمصمم انا مش بعلمك تصميم هنا، انا بعرض لك فيتشر وخاصيه جديده ممكن اي حد يعملها. انت لو نزلت النسخه ديت وانت ما تعرفش الفوتوشوب، مش لازم تكون اتعلمت الفوتوشوب، هتخش تعمل الكام حاجه دي، ممكن تعمل ايديت على الصور بمجرد بس ايه تكتب له اوامر. ودي حاجه كنا بنتريق عليها زمان لما كان العميل مثلا يقول لك اعمل لي تعديل ومش عارف ايه واعمل لي ديزاين، كنا بنقول له هو الموضوع انا بكتب على الكيبورد اعمل لي ديزاين، فبيتعمل حرفيا ده اللي بيحصل دلوقتي. انت بتقول له اعمل لي الحاجه وهو بينفذها. وهنا النقطة اللي انا حابب اعمل الفيديو ده مخصوص عشانها، وهي ان اي حاجة جديدة بتظهر ازاي نقدر نستخدمها لصالحنا. فانت كمصمم وانت كواحد شغال في الفوتوشوب وعارف الديزاين والحاجات دي كلها، لما تظهر لنا خاصية زي دي كده فده معناه ان احنا اولا مش هنبدا ندور بشكل الموسع اللي كنا بنتوه فيه في الستوك فوتج، ان انا اجيب صوره للمثل زي ما شفنا كده البحيره وابدا ان انا اعمل لها دمج او كومبوزيتنج في المشهد بتاعي، فده كان بياخد مني وقت. انا ممكن دلوقتي اعمل الحاجات اللي هي كانت بتاخد مني وقت بالجنريتيف فيل، والباقي بقى التظبيطات بقى دي هتفرق اكتر لما انا اكون فاهم في البرنامج وابدا اظبطها واخلي المشهد اكتر واقعيه وما خدش مني وقت. حاجه تانية برضو، الحاجات اللي هي صادمه في البدايه لما تعرفها، ان مثلا الصوره زي دي كده هنكبرها، الجزء ده كده تعالى نعمل له جنريتيف فيل. ايه اللي حصل ده؟ لا 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 سيبك مني انا، سيبك مني انا. بص الشخص اللي ورا دوت هو يعني اداله، مع ان هو كان راجل لابس جلابيه، اداله يعني طابع شخص تاني خالص، بس كانت اظبط واحده كانت هي دي فعلا، كان اظبط واحده هي دي. تعال دلوقتي مثلا بعد ما عملنا دي تعال نغير المشهد خالص. تعال انا هختار كده اللبس كله الجسم كله وهحط حاجه تانية خالص، هحط بدله رسميه او فورمال سوت. تعالى نشوف النتيجة مع بعض. اللهم صل على النبي، بوظت لي الدنيا خالص. الدنيا بقت يمكن انا عملت سيليكشن غلط او السيليكشن ما كانش احسن حاجة. تعالى كده نغير السيليكشن ونديله مساحته. لا لا لا، الموضوع كده على البايظ خالص، على البايظ خالص خالص كمان، فمش احسن حاجة هنا خالص. يعني هو عمل الحاجة صح وحاجة تانية مش صح خالص. يعني ضمن الحاجات مثلا انا عايز اشيل الاهرامات دي كده واحط برج خليفة، فتعال كده نختار المكان ده كده كله بتاع الاهرامات ونديله حتة من السما كده، ونتك على جنريتيف فيل ونكتب برج خليفة ونتك جنريت. الله 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 الله. لا لا لا، هو مش برج خليفة مبدئيا، ده مش برج خليفة، بس هو غير لي المشهد خالص، خلالي الدنيا ده مش برج خليفه، انت اجتهدت بس قشطه. هل ده هيأثر على المصمم اللي جاي؟ هيأثر عليه بشكل كبير. في حاجات كتيره ممكن يختصرها ويختزل اللي هو يتعلمها عشان خلاص ما بقاش في احتياج ليها. ولكن يا صديقي يظل السؤال هنا موجود، هل الذكاء الصناعي هيأثر ويلغي التصميم ولا لا؟ وانا من وجهه نظري ان هو مش هيقدر ان هو يلغي التصميم او المصممين، لان بالفعل انت في جزء تعامل بشري موجود بشكل او باخر، والاعتقد برضو وبنسبة كبيرة ان ده مش هيقدر يستبدل بالذكاء الاصطناعي. هو ممكن يتحسن بادوات بتساعد الجزء او التعامل البشري في التصميم، ولكن ما نقدرش نستبدل الجزء البشري في التصميم او في الجزء الابداعي بالتحديد يعني. ودي وجهة نظري، وبرضو حابب اعرف رأيك في الموضوع دوت. هل الذكاء الاصطناعي هيوصل في مرحلة ما هيستبدل التعامل البشري مع التصميم ولا لا؟ واخيرا ما تنساش بقى تعمل لايك في الفيديو والسبسكرايب في القناة، وبإذن الله اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.